بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل لكم بامية. أول حاجة هنعملها حطينا توم على النار، هنقلبها لما تصفر. هنا عاملين طماطم، ومع الطماطمية دي حاطين معاها بصل، بصلة مع الطماطم عشان تتحط عليها. نقلبها لحد ما تصفر، وبعدين نحط عليها الطماطم. الثانية دي متفرزة. كده خلاص نجيب الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. حط لها البهارات. هنسيبها تتسبك شوية ونرجع. الرحمن الرحيم. بسم الله. كده رجعنا لكم تاني، هنحط البامية. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيبها كده تتسبك مع بعضها، وما تستوى هوريها. هنجيب هنا، لا ما تتكع هنا، هنعمل شوربة عدس. معايا جزر وطماطم وبطاطساية وبصلاية. حط كده. بسم الله. ومعاها العدس. نسيبه يغلي مع بعضه ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني. كده العدس نشف، هناخده نضربه في الكبة ونرجعه تاني على النار. ومعنا البامية. البامية قربت دخلت في السوا. نضرب العدس ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كده البامية معانا خلصت تاني. نعمل لها بقى ايه؟ الشطة عادي. كاتو والفلفل والفلفل
لحد ما يتحمر مع بعضه. تمام، حط لهم بقى شوية كزبرة. ماشي، العدس بتاعنا اهو بعد ما خلص بنعمل له التومه، حطينا له ملح وفلفل. ونعمل له التومه مع بعض. معلش صوت ابني طلع في الفيديو ده، يوسف ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. وده هيكون الشكل النهائي. نغرف الاكل نرجع له تاني. وده هيكون الشكل النهائي للطبق الباميه وطبق العدس. يا رب يعجبكم. لو عجبكم يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله.